هاي زواج بالصين بيقوم على مجموعة من القوانين والعادات يلي بتحكمه. اللون الأحمر هو اللون الأساسي والطاغي بالأعراس الصينية، وهو من التقاليد المترسخة من قرون طويلة. هاللون بالنسبة للصينيين بيرمز للحب، الفرح والنجاح، وبيطغي بيوم العرس على فستان العروس، بطاقات الدعوة، أغلفة الهدايا، ويعتمد بتزيين بيت العروسين وغرفة نومهم بهذا النهار. بيتم اختيار موعد العرس حسب حسابات فلكية دقيقة، ولازم تبدأ المراسم بالنص الثاني من الساعة لما تكون العقارب عم تطلع طلوع كرمز للصعود والإيجابية بحياة العروسين الجديدة. يوم العرس بينطلق العريس على بيت عروسته مع مبلغ مالي وبيقدمه لأهله، وبيتم توزيعه على صديقاته المقربات. مين قال إنه تقطيع قالب الجاتو بالعرس الصيني بيبدأ من الطبقة السفلى للأعلى كمان للدليل على التقدم والصعود بالعلاقة؟ أنا قال. شوفكم بكرة.